السلام عليكم احبابنا البنات وليداتنا خوتنا عائلتنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في صحه وسلامه ورزق. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ان شاء الله لينا والجميع باذن الله. اليوم جيت بهذا الفيديو، بغيت نهنى الاخت وصديقه وحبيبه ومتتبعه، يعني انا تعرفت عليها في القناه، ألف 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 مبروك ليها العمرة. فرحت بزاف من اتصلت بيا وقالت لي أنا في العمرة وكدعى معانا وكدعى مع الجميع. شكرا أختي مليكة، الله يتقبل. وكنبغي الناس كلهم يدعوا معانا لأن أخت كريمة وظريفة ونعمة المرأة المغربية. ألف مبروك ليك أختي بالعمرة، ألف ألف مبروك، تبارك الله ما شاء الله الحرام. هذه الحاجة الواحد هذه الحاجة اللي أنا كان اللي تجيني الغيرة عليها، شي حد لا مشى العمرة ولا هذه، هذه الحاجة اللي كان غير وكنتمنى نكون أنا تماك. واخا أنا كنت عايشة في السعودية ومشيت شحال من مرة للعمرة، ولكن فيما كنشوف الكعبة كنبكي، وفيما كنشوف يعني الحرم، وفيما كنشوف المدينة المنورة كنبكي. يعني صراحة اللي كي ربما الناس اللي ماشيين وما غيعرفوا هذه المسألة، الإنسان اللي كيمشي تماك وكيزور هذاك المقام هو اللي دائما كيبقى مشوق ودائما كيبقى قلبه تماك، لأنه شاف هذاك المقام وشاف هذيك الدنيا كيفاش كتكون، ويعني كت واحد الجو روحاني، واحد الجو ما نقولش لكم. الناس اللي مشاو تماك اللي غيحسوا بهذا الاحساس، لان اللي كيقول لك واعر اللي عمره صعيب اللي شافها، ما اللي ما شافش ما غيكون ما عرفش الاجواء. ولكن اللي كيمشي تماك وكيمشي، وانا كنت عايشه في السنوات الاخيره في السعوديه، كنت عايشه في مكه، يعني كنا كل مره كنهبطوا نديروا عمره، كل مره كنمشيو، بعض المرات كنمشي نبقى نصلي مع، كان قريب ليا الحال، الكعبه كانت قريبه ليا تقريبا شي ربع ساعة ثلث ساعة بالطوموبيل كنا كنمشيو. يعني كل مرة فيما كنت كنمشي كنبدا نبكي، بحال أول مرة كنشوف الكعبة. يعني كل ما كنشوف الكعبة، مكان مقدس، مكان مكرم، كتحسي بواحد الراحة نفسية، واحد لا يحرم شي حد. يا ربي عقوبة لينا وعقوبة الوالدة ديالي تا هي كتسمع فيا، يا ربي آمين، عقوبة ليها إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله، يا حنان يا منان. الا بغى الله في واحد الساعه، سبحان الله، اذا ما بغى لك الله تمشي. انا ما كانش في بالي غنمشي للسعوديه ولا غنعيش فيها ولا غندير العمره ولا غنمشي للحج ولا، يعني ما كانت الظروف ما كتسمحش، وكنقول كاع الا عطاني الله نصيفط الوالده ديالي، هادشي اللي كان في بالي. ولكن ما كيبغي لك الله في واحد الساعه. مهم الحمد لله اختي مالك، راكي جبتي عليا، فكرتيني في الايام. والله شوف ما شاء الله، شوف دائما يعني دائما كنشوف هكا هذا المقام كنبدا نبكي، وكيعجبني داك الاجواء لان اجواء روحانيه، كتحسي بواحد الراحه نفسيه، واحد راحه البال، واحد ما كتبقي تفكري حتى في شي حاجه والو، كتولي تفكري غير في الله سبحانه وتعالى، فداك داك الشكل داك الجو اللي انت فيه. لا يحرم شي حد. وبصراحه الناس اللي عندهم الفلوس عندهم الامكانيات ما يبخلوش على ريوسهم، يمشي ويزوروا داك المقام، لانه شي حاجه اللي ما كتعوضش مع حد انسان باقي في الحياه، وهذا يمشي يشوف، لان هذيك هي البلاصه اللي خص الناس يمشيو ليها، هذيك هي البلاصه اللي خص الناس يزوروها، لان تستاهل اي واحد يمشي لها صراحه، لانك تحسي بواحد الراحه وبواحد الطمانينه. لا يحرم شي حد، والف مبروك لك اختي مليكه، تستاهلي. وهذه اخت ومتتبعه وصديقه، ويعني بزاف د الحوايج الحمد لله. هذه القناه يعني الحمد لله عرفتني على ناس بزاف، منهم بزاف الناس اللي كنعرفهم اللي كنتواصل معاهم عزاز على قلبي، الله يخليهم ليا. ويا ربي ودعواتكم دعواتكم 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 لينا يا ربي يا رب. في هذا الشهر المبارك مشينا والوالده العمره، يا ربي ادعوا معانا يا رب يا رب يا رب يا انا يعني صراحه بغيت نمشي وباغي نمشي على قبل الوالده، حتى هي مسكينه كتقول لي لا ما نمشيش تمشي معايا، كنقول لها واخا ان شاء الله الوالده. يا ربي لا يحرم شي حد، يعني هذه الحاجه اللي كنتمناها، يا ربي نمشيو لشي عمره ان شاء الله باذن الله يا رب. لا يحرم شي حد، شو عيني غرغر والله، زعما شنو نقول لكم، شو ما شاء الله الكعبه ما شاء الله، هذا العام العمره، هذا العام ما شاء الله الحج، هذا العام ما شاء الله الكعبه عامره بزاف ما شاء الله. انتم كما كتشوفوا شو تبارك الله، شو الدنيا كيفاش دايره الاجواء. لا يحرم شي حد صراحه، لا يحرم شي حد من هذا المقام، لا يحرم شي حد. المهم
مشيت واحد الجو اخر، رجعوا اليوم ديالنا اليوم ان شاء الله. بصراحه اليوم جاو عندي الضيوف مساكن وما غيجيبوا لي فطور، هما جاو لان دابا انا صورت احنا داز الفطور ديالنا، انا عندي على الوالده وداك الشيء، وانتم غتشوفوا نديروا الحريره وداك الشيء اللي خصه من الله. وجاو الضيوف وجابوا معاهم فطورهم، شوفوا شكون هاد الضيوف اللي جاو عندنا والفطور اللي جابوا لينا، الله يخلف عليهم. الضيف راه ديما كيجيب خير وديما كيجيب برزق ديالو الحمد لله. الله سبحانه وتعالى كيوصي دائما على الضيف. المهم خليكم معنا تشوفوا واش غنوجدوا فطورنا وشكون اللي غيجي عندنا وشنو الفطور اللي غيجيبوا لينا الضيوف ديالنا. مرحبا بهم، الف مرحبا، يلا خليكم معنا. وشكرا شكرا 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 للمتتبعين ديالنا وعلى تعليقهم الزوين اللي كتبوا لينا، والف مبروك ختيمه ليك على العمر، الف مبروك انت والوالده ديالك، والله يتقبل الجميع كاع الناس اللي داروا العمره، الله يتقبل منا واللي باقي ما مشاش الله يوفقه ان شاء الله يمشي العمره. احنا نبداو نوجدوا الحريره ديالنا، نبداو نوجدوا الحريره، الكرافس الربيع نقطعهم، تعرف في سيمانه من تخرج من الدار باقي ما درتش الحريره، اول مره نديرها، الوالده غتكون عندي ان شاء الله اليوم، ضحكوا عليا القراده في التبصيل، عندي واحد القراده صغيره يبقى الربيع يدير من يكون كثير عليها غنقرد في التبصيل، حتى تكرد ديال التبصيل كتجي زوينه. مازال الربيع باقي داير الخليط، مازال نقردو القريفصات. واحد شويه د الحريره جات تبارك الله، ماشي هي تكون فيها صافي سيمانه ما درتش الحريره في رمضان، من بدا رمضان اول نهار دابا سيمانه حتى جات الوالده باش تونسني عليها، مابغيتش الصراحه نديرها وما كنشرب انا بوحدي لا. شهيتكم فيها جات حمراء الخير تبارك الله. البيتزا فين حطيتي يا دنيا؟ هاي البيتزا الدجاجه تبارك الله خير موجود. واش انا راه مرزاقه؟ اه واش الوالد رزق الحمد لله. ساقوم كي عندي الدراري كبير فين الميبو؟ هاي نسمع نخليكم. مرحبا بكم، هانتوما فطورنا، خويا تا هو مسكين جاب فطوره مرت خويا. الخير تبارك الله، رمضان فيه خير. الوليده مرحبا بك سي سليمان، مرحبا. انت ما تقولش مرحبا للناس كتاكل. مرحبا بكم، مرحبا بكم، ولا تقول مرحبا ضروري. وليدي مرحبا دوني خويا اتي قلبي خويا ماما راه نجيب الكيسان مازال. شي ما عطيتوش ديالك 10 دراهم اخلي ليمون ليمون سي سليمان. الله يشافي سليمان، الله يشافيك سليمان، داعي معاك مع الله يشافي ويشافي كل مريض، ورمضان كريم مبارك علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه. وشكرا لكم على المتابعه الكبيره، شكرا لكم لكل الناس، واللهم بلغنا وبلغكم الاجر الثواب عند الله، وتقبل منا صيامنا وقيامنا ان شاء الله، وتقبل صلواتنا. تحياتي لكم جميعا، والله يشافي سليمان ويشافي كل مريض. شكرا لكم. فين الميمه؟ فين الميمه؟ الصلاه والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين.